سيد سلام، هدول ورق لازم توقعهم. امتى زبوننا الجديد رح يدخل مصاري لعنا سيد سلام؟ هدول ما بيطلع منهم شيء. في بالسوق سندات قوية، كنا بنعمل ربح منيح. ايه بعرف، قلت لهم هالحكي، بس معناتها ياخدين تعليمات يستثمروا المصاري تبعهم بمحل تاني. طيب ليش قابلته لكان؟ انا صريت عليه كتير وهيك هنن ما خجلوني بطلبي. يسلم. غرفة مدير الادعاء مليانة، قلت له انك اجيت، قال هو بيجي لهون وبيشوفك. منيح. لمين هاد الكتاب؟ ما بعرف بس قصته حلوة بتشد. قصة حقيقية لواحد متجنس كندي من اصل ايطالي، ترك عيلته ومرته وولاده بعد ما اشهر اسلام. عم يحكي شو يلي صار معه وعم يروي هالقصة بشكل مميز. وشلون بتلاقي وقت تقري كتب وانت عندك كل هالملفات لتدرسيها؟ ما بيرتاح راسي غير هيك. ولا تنسى اني انساني ماني رجل آلي. بعدين من فترة خاطر على بالي شغلة، صار لي كل هالفترة باسطنبول وعم قول لحالي امتى رح يقلي يلا ياسمينة عزمك على العشاء؟ ما في، صفر. لازم نعزمك على مطعم ما فيه زباين غيرك لتشبعي، ولازم يحضروا لك الاكل قبل يومين. مو انت العراب هون؟ بكفي تقشر باصبعك، بتسكر المطعم وبتسكر مطبخه. بعدين بدي مطعم عم يبرق برق، مو اي مطعم على الماشي. شكلك قاعده عم تتابعي اخبار محلات الاكل كل يوم بالجرايد والمجلات. انا مرا يا مراد، انا بشتغل شغلي وبتابع كل اللي صاير بالدنيا ويلي صاير باخر الدنيا كمان. ما منحط غطا حصان ومنمشي مثلكن انتو الرجال. اذا بتهديني هاد الكتاب باخدك على المطعم. الا ما تاخد شي مقابيله، ما هيك؟ يا لطيف شو طلعتي بخيله، قديش حقه بدفعلك؟ لا توديني على المكتبة هلا. ما بتزبط، بالأول خليني خلصه، حابة أعرف شو نهايته. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنت شلون عرفت إنه حميد عم بيلاحقنا سيد مراد؟ ما في لزوم كون عم بصر لحتى أعرف هالشي سيادة المدير. وبما إنه عم نحكي بصراحة، كمان حضرتك احكي لي بصراحة، شو كان بدهم منك هدول؟ شو بده يكون؟ بدهم ياني اطلق صلاح إرسوي. ما بيجوا لعندك مشان هيك شيء. وغير هيك لو ما كان مبسوط بالروحة على السجن ما كان راح لهنيك. مع مين عم يلتقي بالسجن؟ قاعد بزنزانه مع مدير امن سابق. اشتغلتوا ثلاثتكم بمحل واحد شيء؟ شايفة استاذة ليلى كيف بنعمل التحقيق؟ سيدي مراد على مدار عم يحكي هيك لمصلحتنا كلنا. بعرف يا ليلى هالحكي، بعرف، بس انتو كمان افهموني بنقطة، في أمور مجرد الحكي فيها بيعطي قوة لأعداء الدولة وبدخل المواطن بحالة يأس. أنا سبق واشتغلت مع إرسوي ومدير الأمن هاد، مع الأسف هدول اثنين دخلوا بشغل غير شرعي. وليش كنت مغمض عيونك؟ ما كنت مغمض ابدا، ظروف هديك الفترة اجبرتنا انه نسكت. انت كمان بتعرف هالشي يا مراد على مدار. معناتها هدول الاثنين عم يخططوا لشي مع بعض وهنن جوا. هدول خططهم ما بتخلص، بس هن ملاحقين حلم ما عاد يتحقق ابدا، حلم ترجع الايام فيهم. نصيحتي لكم انتو اثنين لا تنبشوا بهالشغلات حتى تروح مع هدول اثنين وتصير تاريخ. طيب بتقدر تجمعني بمدير الامن يلي بالسجن؟ لا. حضرة المدير لهلا في شي مخبي عني؟ طبعا في شي،
في شيء اسمه أسرار الدولة. اللي أنت ما عندك أسرار مخبيها؟ أنا ما خبيت شيء بضر قوة الدولة ولا ممكن يأثر على مكانة الدولة وهيبتها. في شغلات ما بتنقى غير بوقتها. بشكرك عجيتك سيد مراد. خاطر. مع السلامة. هالمرة أنت بتوصل الست ليلى. هيك أمل لها. خلينا نبحث بشغلة المدير ست ليلى. تأمر أمر سيدي الوزير. يا حبيبي. يلا قبضاي التنتين سكر للأخ أوزجان. أول شي بتضيف زول فقار آغا، بعدين المعلم ميماتي، بعدين عبد الحي، وآخر شي أوزجان. أخي أنا شو عرفني؟ يمكن كب الشاي. حبيبي المافيا بتبلش من بوفيه الشاي، بعدين القهوة، بعدين المراسلة، وبعدين المكتب، وبعدين المتمردين. أنت كب الشاي بالأول ورح تشوف كيف تخلص مكانتك بالمافيا قبل ما تبلش. أخي منجيب واحد هو بيودي الشاي وبيجيبه. أنت لا بيطلع منك مافيا ولا شيء. بدك تخلي تبع الشاي يسمع الحديث جوا؟ أنت بتعرف شو عم ينحكى جوا؟ ما بتعرف. يلا برد الشاي يلا. مافيا شو يا عمران؟ انت ليش عم بتخربط عقل الولد؟ هذا الصبي مفكرنا مافيا، اتركه يفكرنا مافيا. غير هيك بعدين انا عندي ماضي بالمافيا عابد بيك، مو مثلك يعني موظف متقاعد. مين هالشاب؟ ابن المرحوم سليمان شاكر؟ ايه صحيح ابنه. صاير شاب ما شاء الله. اهلا وسهلا دو الفقار اغا. جايتنا مو منيحة ابدا اخي مراد. لا خير. شو صاير؟ السافل تبع ايرسوي دخل على جماعتنا بكل وقاحة. اجا معه اثنين والسافل مسك ساطور وقطع ايد الزلمة تبعنا. حميد اللي عمل هاي الشغلة؟ ايه عملها. هالمجرم قطع ايد واحد من الشوفيرية تبعنا. والسبب؟ قال يلي ما بينقل بضاعة ايرسوي ما رح يخليه يسوق شاحنة. اذا هيك بتلاقوا رجال حميد وبتردوا عليهم بنفس الطريقة. انا بلاقيهم معلم. عبد الحي انت حاول توصل لحميد، حاول قبل ما تكبر الشغلة. وبما انه يرسوي هلا بالسجن فخليه ينضم لنا والا فرح يموت. بحكي معه معلم. خالي عزت اجا. اجا؟ هذا عزت مثل البوم يا خال، حاسس انه جاي يقول شي مانو منيح. جوهر انا بمنعك انك تحكي هيك حكي مانو منيح عن شريكنا عزت. هو بجيب لي مصاري وبيعرف شو بحب من الاكل. وانا اللي عم قوله انه شريكك مو جايب معه مصاري هالمرة هي. وبمنعك انك تحكي بسلبية هيك وتخلي الدم يوقف بعروقي. ما حدا بجيب لي مصاري وبيقدر يتراجع بعدين. إذا هيك عم تقول خلص. إيه
طمني عنك زازا. مثل الباشوات المتقاعدين بشتكي من كل شيء عم يصير. من شو عم تشتكي زازا؟ من أمور البلد وهموم الحياة، من الشغل والركض، ومن هالجيل الجديد والجيل القديم. عم بشتكي من كل شيء ومن كل الناس. ما في لزوم نذكر أسماء يا عزات. أنت شو عامل؟ أنا عامل مثل الطبيب البيطري المتقاعد. شلون يعني؟ ما فهمت. خلص بطلت اشتغل مع الحيوانات، بس صاير عم شوف الناس كأنهم حيوانات. إلا كان شوف جرح جوهر يا دكتورنا البيطري، شوف شلون قوصوا عن النمر تبعي. جوهر الحمد لله على السلامة. سلامة حبابك ويموتوا أعدائك. أنا لهيك إجيت يا زازا، جيت إرسوي على اسطنبول ما كانت منيحة أبدا، خربت كل شيء وانقلب. إذا استمرينا بالشغل الدخان مع بعض أنا وياك، لا المنظمة بتعطينا بضاعة ولا إرسوي بخلينا نبيعها باسطنبول. جاي بدي أقول، يا أما أنت بتشتغل أو أنا بشتغل، خلينا نفض الشراكة بيناتنا. أنا ما بدي، أنت اشتغلها خلاص، ما عاد بدي شراكة وجع راس الشراكة. خالي منين طلعت هي؟ جوهر أنا صرت حب الهواء نظيف من الدخان وريحته. إن شاء الله آية الرزق أخي عزات. يعني عم تقول إنك ما عدت على الأرض؟ كل واحد بيشتغل الشغل اللي بيعرفه. أنا بطلت. خلينا نحكي معه عن حصتنا بالأسهم خالي. أسهم شو عم تحكي أنت؟ شو أسسنا شركة؟ أبدا، أنا ما بدي شيء منك أخي عزات. الله يوفقك. ماشي خاطرك أخي زازا. روح حضر السيارة. سيد عزات، أولاد أخت خالي الاثنين تقوصوا وبعده لهلأ ما صحي. تعال بعد أسبوع وبنحكي بشغلة الأسهم. شو أنت جاي لتقلي إنه زازا خرف يا جوهر؟ إذا خرف لنحكي على هالأساس. قلت إنك دكتور بيطري ولو يعني ما بتفهم أبداً مرض البني آدمين. روح شوف الدور الخرفان وأحكي، وشوف الجحش الخرفان وأحكي، بس أوعك تحكي معي هيك عن خالي. أوعك، بكرة أو اللي بعده بيطب عليك وبيقلك هلأ بدي حصتي. بكرة أو اللي بعده منحكي بهذا الموضوع يا جوهر، ماني رايح على محل. وقت ما بدكن بعتولي ومنحكي. خالي تشرب فنزان قهوة؟ شلون؟ ليش نحن مسموح لنا نشرب قهوة؟ ليك أذاثي. ها بشرب. بتعرفني ما بحب القهوة السادة، شو صاير لك انت؟ الضيف اللي كان ختيار عملتها هيك من سام ما تضرب له السكري. هات انا بشربها. لا لا بشربها. خالي ليش هيك عملت؟ ليش شو عمل الجوهر افندي؟ ليش طلعنا من شغل الدخان؟ يعني مشان كم ليرة بدي اخسر اولاد اختي جوهر؟
إذا نحن طوصنا وصار علينا شيء، ليش لا تتخلى أنت عن حالك؟ أولاد أختي هدول هن اللي عملوني، ما بدي مصاري ما بدي. خالي أنت أكيد عم تتمسخر ما هيك؟ لا يا ابن أختي ما عم تمسخر. أنتوا ليش ما عم تفهموا على حكي؟ ما عاد في شغل ليموت قرصوي وخلص، والموضوع خلص. لا إله إلا الله. خالي أنت حرارتك مرتفعة شي، جيب لك دكتور. جوهر بلا ما خلص عليك، ليش امتى دي في خالك لحتى ترتفع حرارته؟ هلا هون فندق الرجال، وهون مكان ما حتجيب الطيارة المصاري عليه. احتمال كبير ينقلوا المصاري بسيارة من هذا الهنجار، معناتها رح يمروا من هون، وهون رح نخلص الشغل كله. لك شو انت مجنون شي؟ كيف نخلص عليهم؟ الله بيعلم كم حارس بيكون معهم. شو يا بلشت تخاف؟ تحت امرك رجال بيهزوا الارض؟ بيكفي يعرف واحد غيرنا بهي الشغلة، بينعرف مين اللي عمله مباشرة. انت مفكر هاي المصاري عم تدخل على اسطنبول على السكت بدون اذن من حدا؟ اذا بتقولوا ما بتصير خلص، بس للأسف المبلغ كبير. ما قلنا ما بتصير، عم نقول اذا بدنا نعملها لازم نحلها بالعقل، مو هيك فرات؟ حبيبي نهاد كيف بدنا نحلها بالعقل؟ اذا وقفنا السيارة هون الباقي سهل. معقولة الحكي؟ اشتغلت يومين بالشاي عند علمدار، صرت بدك تقودنا مثله؟ إذا بدك تبطل بطل وخلاص، قول إنك خايف، قول ما بدي أدخل بهالشغل. أحكي مثل الخلق ولا تطلع لي خلقها؟ طيب شلون بدنا نوقف السيارة؟ يا أختك يا أختي بتساعدنا منخلص من الشغلة. سلوى مو خارج، سلوى ما بتدخل بأي شغلة حتى ما نغلط أي غلطة. أحكي مع أختك لكن ما رح تعمل شي، رح تقطع الطريق وبس. وبلكي انكشفت البنت شو رح يصير؟ اه ما رح تنكشف، ما حدا رح يشك ببنت واقفة بنص الطريق وعم تطلب انه يساعدوها. معقول اتصل فيك يا عبدو حي؟ بعرف شو رح تقلي، تعال وقف معنا وبيع قرصوي واتركه. السلام عليكم. شو ما في عندكم عادة ضيفوا شاي للضيوف؟ الشاي بايتي ما بدك ياها. والمي كمان بايتي؟ لا المي مقطوعة. شو جايبنا على الصحراء الفقارة آغا؟ هاي مو الصحراء اللي كلها رمل، هاي صحراء الروح. رح يتحسنوا رح يتحسنوا. انت بتكون زلمته لحميد؟ اي نعم.
أنا. ابعت لمعلمك ليجي. مستحيل يجي، معلمي ما برد علي، ما بيجي غير على مزاجه. يعني ما بيصير إلا تموت حتى يجي مزاجه ويشرف لهون؟ لا معلم، حرام يموت. بما أنه حميد بيقطع إيد، نحن منقطع إيديه تنتين. نحن مو حميد يا ميماتي، أنت كمان بتشتغل على شاحنة مثل الشوفير يلي قطعله إيده معلمك حميد؟ أنا من أحسن الشوفيرية. لا لا، أنت بتسوق بسرعة كتير وشكلها رجلك تقيلة على البنزين، لازم نكسر لك إياها. قولوا له لحميد انه كل رجاله رح يعرجوا اذا ما طلع قدامي وشفته. ما حدا رح يقدر يمشي على رجليه. امتى ما اجي على مراقه خليه يجي لعندي. سمعت انه بهالفريق ما في غيرك اللي عقله براسه يا أوزجان أغا، لهيك طلبتك تيجي من شان احكي معك. حميد، شو بدك تحكي معي هلأ؟ ليش ما اجيت حضرتك وحكيت معنا قبل ما تقطع ايد الشوفير؟ كأنكن انتو عملتوا غير اللي انا عملته، رحتوا كسلتوا رجلين رجالي. ادعي لمراد عالم دار، لو القرار الي كنت قتلتهم كلهم. حتى لو قتلتهم مين اللي رح يكسب؟ بالنتيجة نحن ما رح نشتغل. لما نحن منكسب انتو ما بتكسبوا. ليش بتاخدوا الشغلة الشخصية وبتوقفوا الشغل؟ ليش ما بدكن تنقلوا بضايع أولو بيك؟ عمي هيك شاف لازم نشتغل، ومثل ما قال عمي منشتغل. انت بتطلع عن كلمة إرصوي يا حميد لنطلع نحن عن كلمة كبارنا؟ بس من زمان ما كنت تعمل شي من اللي بيقوله عمك. هاد زمان يا حميد. أوزجان آغا، شوف، نحن رح نشتغل شغل كبير، وهذا بده نقل بالشاحنات، يا أما بشاحناتكن يا أما بشاحنات غيركن. روح احكي مع عمك، شغلي ما بتتفوت. إذا عمك مانو حابب يدخل معنا فينا ندخل معك أنت، ما حدا رح يعرف بشي وعمك ما رح يحس. شوف، وقت صحت له لزازة ما اجا واشتغل معنا واستفاد من وراكن؟ فكر لي فيها حميد. انت اخذ ضماني من حدا انك رح تعيش كتير؟ ليك إرصوي قلوبي صار بالسجن، ما منعرف اذا بيطلع، واذا طلع اكيد ما رح يعيش كتير، واذا مات انت شو رح تعمل؟ اذا بدك تشتغل عن جد يا حميد اترك إرصوي وتعال اشتغل معنا، بطبعنا ما منعرف الغدر بالشغل. انت مرة ارتديت عنه، اذا بترتد شو بيصير؟ التراجع عن الغلط شغل الرجال الشهم، انت بتفهمني ما هيك؟ عن شو بدي اتراجع؟ بدي اتراجع عن القوة؟ بدي اتخلى عن الناس اللي بحبهم؟ اتراجع والناس تصير تقول عني اني واحد بلا شرف؟ بس المهم انك تتراجع؟ انا لو كنت محلك ما فوت فرصة الشغل هاي، بس الناس بطبعهم
بيغلطوا مثل ما بدهم بسبب عقلهم، بس بالأخير بيدفعوا الثمن غالي. مثل ما قلت يا حميد، الكل بيغلطوا بسبب عقلهم، مثل ما غلطت انت. انت متأكد؟ اذا بدهم ينزلوا محل ما قلتلنا ما في احتمال يمروا غير من هون. انا برأيي ما نخاطر كتير، يعني بلكي ما وقفوا. شو منعمل؟ منحطهم بين نارين فرات. كأنه احيانا مخك بيوقف على الاخير. اولا سيارة الجماعة رح تكون مصفحة، وثانيا اذا بدنا نحل هالشغلة ونعمل ضجة ومشاكل كنا رحنا كبسنا على محلهم. معناتها احسن شي نكبس على محلهم. يا فرات ما بدنا نموت شباك، بدنا نسدد بالهدف. إذا شافوني ما بيمروا بدون ما يوقفوا. أوف، شو هالثقة الكبيرة بحالك أختي؟ كأنك طول عمرك تقطعي طرق. إذا شفتوا واحدة هيك وأنتوا بالسيارة ما بتوقفوا دغري؟ جريحة على طرف الطريق. خلينا ناخذ على المستشفى، هي مو شغلتنا. (تصفيق)
ولا بقوصك. ها انت منيح؟ منيح منيح. جوني هاد لازم نودي فرات على المستشفى. انسوا سيرة المشفى، منروح على البيت ومندبر حالنا هنيك. اركب بالسيارة. جان راح والتقى بحميد اخي مراد. عبد الحي ليش ما قابلك الك؟ لانه بيكون فهم ليش بدي قابله وبشو بدي احكي معه، معناتها ما بده يقابلني. وشو قال لك يا اوز جان؟ قال تعال نشتغل سوا معلم. وانت شو قلت له؟ صديته وما خليته يكمل حكيه ونهيته معه. معقول بدنا نشتغل سوا مع هيك ناس؟ أوزجان عرف وين المحل اللي عم يشتغلوا معه ورأيه قال خلينا نضغط عليهم. مزبوط حكيو. وين هذا المحل؟ خالي إذا نصرت قال بده يشوف الخال وذايب معه عامل. بدك رزم زيرة نصرت، يا ريتو سفينة ويغرق بالبحر ونخلص. ليش اجا هاد؟ ذايب انسان النقابة، ليش بده يجي لكان؟ روح اسأله انت، ما بدي احكي مع خالي. امسك لي اياها سوي، خالي ما بيحبها. ابني انت صحيت، ليش لسه عم تحط سيروم؟ خالي اخذت كم انينه من المستشفى من ثان هيك، عم بوفر سوي عليكم. ولك أزعر انت حاطط فيها السيروم فودكا ولا شو؟ والله مبليل. خالي اذا نصرت تبع المعمل ورفيقه طالبيني قابلوك. خليهم يجوا. استغفر الله استغفر الله. شو عامل نصرت؟ عم ندعي لك بالصحة يا خالي. قلت لك دعي لي مش عن ظهري لأنه كتير عم يوجعني. ايه ما صح، بعده نفس الوجع. ماشي فيه ماشي فيه، بس لازم يشفى يا خالي. الله الله، بما أنكم اجيتوا وهو بيدعي لي. ايه خالي، هذا الأخ عامل نقابتهم محل ما بيشتغلوا ما بتخليهم يضربوا بنوب يا خالي. جايين نطلب منك مساعدة بهالشي. نقابة مين هاي؟ ليكون نقابة إرصوي؟ لا خالي، النقابة تبعهم غير، نقابتهم عادية كتير. إذا نقابة عادية ليش ما عم يعملوا إضراب إمتى ما بدهم؟ خالي إذا جبنا ممثلين النقابة ممكن تقابلون؟ لا، جيب معلمهم الكبير لنشوف مين هو ومن اي جماعة. ايه انت بتأمر يا خالي. يلا احتراماتي.
اخبارك نصرات؟ شو جايب لنا بلوه جديده؟ استغفر الله خالي جوهر، استغفر الله. شو صاير عم تحب الفاره خالي؟ ايه بحبهم. ما قوصنا إرسوي بسبب هدول الفارة والمشاكل تبعون؟ ايه قوصنا. انت بتترك الشغل اللي بيجينا منه مصاري وبتروح بتعمل خير للناس مشان يوصلنا إرسوي على الآخرة. جوهر انت ليش قاعد هنيك ودايروشك هيك؟ انت شربان شي؟ ايه شربت سيروم مدعوم بالفيتامينات. خالي وين السيروم؟ شربته. نجدت انت كنت حاطط شي بهذا السيروم مع الادويه تبعك؟ حاطط مسكن خالي. شو ودخلك شو هالمسكن اللي حاطه حتى لطش راسه لجوهر هيك؟ مو هو اللي لطشني، إرسوي لطشني. نحن ليش ما بنفتح حرب على إرسوي خالي؟ هذا المجرم عبالنا بطولنا رصاص. ليش نحن ما منرجع له ياهن شخصية؟ ألمانيا لك جوهر. ألمانيا. أنا بفكر متى لبعد 50 سنة. عندي خطط كتير. وهلا عم فكر بهالخطط. ومن ايمتى صرت الماني خالي؟ انت زازا منين طلعت لنا بهي؟ زازا بالاول بينتقم من اللي صار معه وبعدين بيفكر. ليك زازا بياخد بيتارو على مهله وبعد 40 سنة بيقول بكرت كتير واستعجلت. 40 سنة ايام زمان يوم من هلا خالي. الوقت عم ينقض مثل السيروم. جوهري اول ما رح ينمحى إرسوي من قدام عيوننا ونوديه على القبر وقتها منبلش مناخد بيتارنا. كأنه إرسوي دبانة وانت حصان، هو حواليك وانت جانين. هاي رح نقتله وعد. انتو شو عم تعملوا؟ انت شو عم تعملي بالبيت؟ ليش ما رحتي مع امك؟ نهاد شو عم بتخبصوا؟ ما بدك تقلي شو في؟ كينان؟ لا تكتري حكي وساعدينا بالنقل. يلا انت لا توقف. هالكياس شو في؟ مصاري. شو رح يكون؟ سلوى في شاش معقم بالبيت؟ هلا ما حدا منكم رح يقلي شو عاملين؟ انت منيح؟ قلت لك منيح. اذا بدك بجيب لك دكتور. لا ما في داعي للدكتور. لازم يتخيط الجرح ضروري. خيطي انت عادي، الدكتور كمان بده يخيطه. شو الفرق؟ ما رح تتحمل الوجع. رح اتحمل. كينان اذا مهربين مخدرات وجايبين هاي المصاري منا رح اقتلك بايدي. لا حياتي. شو مخدرات؟ شوف كينان، انا ضحيت بكتير شغلات مشان كون معك. لا تخرب لي حياتي وتسود وشي قدام اهلي. انت لا تخبري امك او حدا تاني باللي شفتيه، وهيك ما رح يخرب شي ابدا. ليش انتو بحاجة مصاري؟ انت نهاد ولا انت كينان ولا فراد؟ ليش عم بتخبصوا بحياتكم بهالشكل؟ نحن بحاجة بنتي، ما بيكفي. حتى نكون الكبار دائما نحن بحاجة مصاري. يلا انت متأكد؟ لك ايه. يلا حركي حالك. ايه
لو عطيني اياها من قبل. نحن قلنا لك بس بلعه. وقفت سيارة برا. هذا أبوك عم بيوصل ماما. خلينا نطالع فرات لفوق.